صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون يوم خير وبركه على الكل. اليوم وصفتي هي مسقعه الباذنجان، او ممكن احنا نسميها منزله الباذنجان. هلا في لها كثير اسماء، بس خلونا نتفق انه هي وحده من الاطباق اللي يعني ما اول ما ببلش فصل الصيف وببلشوا هيك انواع الخضره اللي بنستعملها بهذا الطبق تنزل وتتوفر بالسوق، يعني كلياتنا بنبلش بنعملها، ودائما يعني على مدار الصيف دائما بنحضرها، وخصوصا للي بيحبوا الباذنجان. رح بلش بالمقادير، مقادير لليوم. رح بلش بمقادير الصوص، صوص البندورة. أنا هون بلشت بزيت نباتي وبصلة قطعتها جوانح، وبلشت فيها أنا لحتى تطرى عندي البصلة شوي، ما بدي أعطيها لون، بس بدي إياها هيك يعني إنه تطرى لحتى بلش ضيف المكونات الثانية. عندي مكونات الثانية، عندي هون ثوم كمان مقطع شرائح، رح حطه مع البصل كمان وبلش قلب فيه. الصوص رح يتعقد على النار، وبعدين رح ارجع احط الصوص على الباذنجان، رح ارجع ادخل الوصفه كلها على الفرن. فانا ما بيهمني هون انه يستوي الخضره استواء كامل، لانه هي في لها كذا مرحله، وخلال هالمراحل اكيد رح تستوي. هلا هون بعد ما يبلش الثوم هيك يطلع لي ريحه، الريحه الطيبه تبع الثوم والبصل، عندي هون فليفله ملونه. هلا انا عم استعمل الملونه، بس اكيد اي لون موجود عندي، اخضر احمر، فيني استعملها للوصفه وبتطلع كثير طيبه. ونصيحه عن جد يعني حاولوا على الاقل الفليفله الخضراء والحمراء، واللي بيحب الحد كمان في يستعمل فليفله حده. هلا على كل الاحوال رح استعمل فليفله حده، بس بالاخر رح نشوفها وقت التطبيق. بعد ما يبلش عندي هون توم يعني يبلش يتقلى، رح اضيف الفليفله كمان، بعطيها هيك تقليبه وتقلايه سريعه. كمان عندي من المكونات، عندي رح استعمل معلقة صغيرة من دبس البندورة لحتى بس هيك عزز طعمة البندورة، مع انه هلا البندورة خلص يعني صارت نزلت البلدية وطعمتها حامضة، بس اضافة دبس البندورة ولو معلقة صغيرة كمان بيعطيها طعمة كثير طيبة. وللبهارات رح استعمل ملح وفلفل اسود بس. هلا هون مثل ما قلت بعد ما هيك يعني تقليبة سريعة لكل الخضرة، جهزوا الخضار قطعوهم وبلشوا تقلوهم، يعني ما تعملوا انه لا انا بضيف مثلا مكون وبلش بحضر المكون الثاني، جهزوهم قدامكم وبلشوا فيهم لانه ما رح تاخذ وقت. حطيت دبس البندوره معلقه صغيره مثل ما قلت، يعني انا بس مشان هيك عزز النكهه واكيد بتعطيها كمان لون حلو. بعدين رح حط عندي كوبين من عصير البندوره، البندوره قشرتها وبعدين طحنتها بالخلاط، ما عندي خلاط، ممكن بعد ما قشرها افرمها بشكل كتير ناعم، وممكن بعد ما افرمها يعني اذا حسيت انه لسه في قطع هيك خشنه بقلب البندوره بايدي ممكن هيك امعسها شوي وضيفها على المكونات الثانيه. ومثل ما قلت يعني انا لانه بدي احافظ على نكهه الخضره اللي عم بستعملها ما رح كتر بهارات اليوم، رح احط بس شويه ملح وشويه فلفل اسود. هلا اكيد مكوننا الاساسي هو الباذنجان، كمان انا جهزته من قبل بوقت لحتى يعني ما ياخذ معي وقت، انا بس قليت الباذنجان، بس بدي فرجيكم كيف بحب يعني بهي الوصفه انا اعمل شكل الباذنجان. رح اقيم هدول. هلا الباذنجان بنقيه ما تكون الحبه لا كثير صغيره ولا كثير كبيره، يعني انا بدي اياها يكون حجمها وسط. بعدين بقطع الباذنجان. هلا العود فيكم تقيموه او تخلوه، يعني بحس انه هيك بيعطي شكل حلو. هلا بعد ما نغسل الباذنجان بقشره هيك يعني دروب، وبعدين بقطعه يعني بس تكون الباذنجانه موصوله مع بعض، وبين كل قسم والثاني تقريبا بيكون في مسافه 1 سنتي. هلا اللي راح يصير نحن بالفقره الثانيه راح نحضر حشوه اللحمه ونحط الحشوه بقلب هي الاقسام هون، بعدين اكيد راح نحط اللحمه راح تضل نيه، يعني انا راح احشيها وهي نيه. فلحتى نسوي اللحمه راح نحط الطبق بعد ما نحشيه بالفرن لبين ما تستوي عندي اللحمه. هلا انا ما راح احشي، راح نحشي الباذنجان بالفقره الثانيه ونحكي عن تتبيله اللحمه، ولوقتها بيكون عندي اكيد صوص البندوره تعقد شوي وصار جاهز لحتى نطبق وصفتنا كلها. ممكن انا ما استعمل لحمه، ممكن استعمل مثلا اجبان، ممكن اكتفي بس بالخضار، اقطع الباذنجان كشرائح وحطها مع الخضار اللي عم نستعملها. يعني حلاوتها هي الوصفه انه شو المتوفر عندي كيف ما بدي انا اعملها بتزبط معي، بس اليوم نحن رح نعملها باللحمه واكيد رح اقدم جنبها رز بشعيريه. كل هاي التفاصيل رح نشوفها بنهايه الحلقه ورح نطبق بالفقره الثانيه وصفتنا، بس لوقتها اكيد انا رح اترككم مع نور وورد، تابعوا باقي الفقرات
بشوفكم الفقره الثانيه ان شاء الله. يسلم ايديك يا شيخ، يعطيك شكرا الف عافيه. الله يعافيك. كيف تشبه طريقتك طريقه حلب؟ ايه؟ هي لانه ما لها علاقه طبعا صاحبها حبتي. طيب حاسال سؤال، بتتاكل مع رز ما؟ ايه هلا بس قلنا لحمه، يعني انه افضل رز بشعريه اذا ما فيها لحمه بالخبزه تغمس. طيب وسؤال ثاني، بتتاكل بارده؟ لانه فيها لحمه، هلا ما كثير العالم بيحبوا اللحمه بارده. زي اسمها مسقعه. ايه هلا هي بتعرف شو، في طبق يوناني كمان بيتاكل سخن، كمان هو يعني نفس الشيء بس بدل اللحمه جبنه، كمان اسمها مسقعه وبتتاكل سخنه. أوكي. فمشان هيك عم اقول يعني هي الاسماء بتختلف بس مكونات الوصفه تشبه طيبة بعضها. شكرا يا شيف، يعطيك الف عافيه. يسعد صباحكم عن جديد، وخلونا نكمل وصفتنا لليوم اللي هي مسقعة الباذنجان او منزلة الباذنجان او باذنجان بصوص البندورة. يعني الاسماء كثيرة بس الوصفة هي تقريبا نفس المكونات، بس اليوم عم نعملها هيك بطريقة شوي هيك يعني مرتبة اكثر. نحن بلشنا بصوص البندورة بالفقرة الاولى، وصار صوص البندورة عندي جاهز. قبل ما بلش باللحمة رح اسكب صوص البندورة هون بالصينية اللي رح احط فيها الباذنجان ودخلهم على الفرن. رح احط كمية، نحن صوص البندورة بلشنا بزيت نباتي، قلينا معه شرائح من البصل، بعدين شرائح من الثوم، بعدين حطينا كمان شرائح من الفلفلة الملونة، حطيت معلقة صغيرة من دبس البندورة، كوبين من عصير البندورة، وحطيت ملح وفلفل بس. هلا هدول هون بكفوا. هون هلا رح تبل اللحمة أنا وبعدين احشيها بقلب الباذنجان وصفهم على هذا الصوص. تتبيلة اللحمة كمان يعني رح تبلها بنفس تقريبا المكونات اللي استعملناهم مع الصوص. عندي هون لحمة مفرومة ناعمة، رح أضيف معاها بصل كمان مفروم ناعم أو مبروش، يعني المهم بدي إياه يكون بصل ناعم كتير، البصل والثوم حتى الثوم مدقوق ناعم لحتى ينخلطوا باللحمة ويتوزعوا بطريقة صح. وعندي هون كمان فلفلة الملونة، هلأ هون فرمتها ناعم مكعبات كتير صغيرة، كمان رح أحطها مع اللحمة، هدول رح أتركهم للتزيين. البهارات رح أحط شوية هيل وشوية قرفة، مثل ما قلت يعني أنا بدي طعمة الخضار مع اللحمة مع الباذنجان هي اللي تكون ظاهرة، مشان هيك اليوم إذا انتبهتوا ما كترنا كتير بهارات، لأنه أصلاً يعني المكونات اللي عندي هن هيك طعماتهم مع بعض كافيين حتى بدون كمية بهارات كتيرة. حطيت الملح، فلفل أسود، هلأ هون رح بلش خلطهم بإيدي، خلطهم كتير منيح، بعدين رح نحشيهم بقلب حبات الباذنجان. هلا اذا كانوا حبات الباذنجان عندي صغار انا ممكن بعد ما اقليهم اعملهم هيك فتحه صغيره بالنص وحط الحشوه بقلبها، بس مثل ما قلت يعني انا اليوم عم بستعمل حبات باذنجان حجمهم وسط لحتى اقدر هيك اعطيهم هذا الشكل الحلو. هلا هون بعد ما اندمجت عندي اللحمه ببلش الباذنجان، مثل ما قلت انا تركت العود لحتى بس يعني لحتى يعطيها شكل حلو. قسمت بعد ما قشرت الباذنجان بطريقه الاقلام، يعني بقشر خط وبترك خط من القشر، بعدين قسمتهم بس بدون ما افصل حبه الباذنجان بالاخر عن بعضها. تقريبا بين كل قسم وقسم في عندي مسافه سنتي. هلا هون بهي الاقسام رح احط حشوه اللحمه، بكل قسم رح احط شويه حشوه، بعدين رح احطهم فوق صوص البندوره اللي حطيناه بجهزناه بالبايركس. هلا فيني انا اسويهم مو شرط بالفرن، ممكن على الغاز بمقلايه كبيره، بحط الصوص وبعدين بصف حبات الباذنجان، بغطي المقلايه لحتى اضمن انه اللحمه استوت عندي، بعدين بعد ما تستوي بقيم الغطاء وبتركها هيك لحتى تنشف وتعقد عندي، كمان بتزبط بس اكيد بالفرن يعني رح تعطيني هيك شكل شوي احلى. بعد ما وزع حشوة اللحمة بقلب الحبة رح حطها هون، قرب لكم هاي لحتى نشوف كيف رح نصفهم، رح ارجع اعمل حبة تانية
واذا انفصلت عندي يعني شرائح الباذنجان ما بيأثر، بحط هيك قطعه من اللحمه او كميه من اللحمه وبحط يعني وبلزق عليها شريحه الباذنجان، حتى لو انفصلت عندي يعني ما تاكلوها، اكيد فيكم تطبقوها كمان يعني بيطلع بضل شكلها حلو. بعد ما وزعهم هيك هلا اكيد انا رح كمل باقي الحبات. بعدين انا ممكن هون استعمل عندي فليفله حده للي بيحب الحاد، كمان رح احط الحبه الاصغر، رح احط الحبه كمان بالصينيه. هلا انا رح كملهم هدول. بعدين انا مشغله الفرن على حراره 200، يعني حراره تكون عاليه. رح احط البايركس بالفرن لبين ما يستوي. هلا هو بياخذ تقريبا بين الربع ساعه لثلث ساعه لحتى تستوي عندي اللحمه. هلا انا تقريبا كل شيء عندي مستوي، بقيت بس اللحمه، بس لقيتها خلص استوت بيكون طبقنا صار جاهز. ومثل ما قلت انا رح اقدمها مع رز بشعيريه، بس فيني اقدمها كمان مع رز ابيض، اكيد يعني خيارات عندكم كثيره. بنهايه الحلقه رح نشوف النتيجه النهائيه لطبقنا لليوم، لوقتها رح اترككم مع نور وورد، تابعوا باقي الفقرات وبشوفكم بنهايه الحلقه اكيد. شكرا كثير لك. سلام ايديكي. هلا بيقولوا الاذن تعشق قبل العين احيانا، بس بحاله الطبخ العين تعشق قبل اللسان، فوصفاتها للشيف وكيف بتقدمهم والدريسنج يعني شيء رائع. حنشوف بالشكل النهائي بختام الحلقة. شكرا جزيلا لك يا شيخ. يسعد صباحكم عن جديد، ومثل العاده وصلنا لاخر الحلقه واكيد وصفتي صارت جاهزه، اللي هي فينا نقول مسقعات باذنجان، فينا نقول منزلت باذنجان بصوص البندوره. وحاولت هيك يعني اكيد انا متاكده انه اللي بيعمل هي الوصفه بتطلع معه كثير طيبه، بس يعني ان شاء الله هيك يكون قدرت هيك فتكم ولو بطريقه التقديم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا وصفتي لليوم، جربوها وتخبرونا، وبشوفكم بوصفات جديده بالايام اللي جايه باذن الله. يسلم ايديك يا شيف، فعلا طريقة التقديم كثير كثير مشهية، يعني فعلا هي طريقة التقديم هي اللي بتخلي الواحد يعني يعجب بالطبق الموجود قدامه. شكرا كثير لك، يسعد صباحك، يعطيكي ألف عافية يا شيف بشرى.